نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الفكر. وقد بحت أصواتنا ونحن ننادي على ترك الشيخ ونقول له اتق الله اتق الله اتق الله. بحت أصواتنا ونحن نقول لعلماء المملكة أين أنتم؟ أين حمرة الغضب؟ غضبا لله سبحانه وتعالى يا سديس، أما آن لكم أن تغضبوا غضبا لله يا سديس ويا عائض ويا مفتي بلاد الحرمين عبد العزيز آل الشيخ ويا مهر المعقلي ويا كلباني ويا كل المشايخ؟ غضبا لله لله، حتى لو سجنتم والله أشرف لكم يا علماء هيئة كبار العلماء، شيخ الفوزان وإخوانه وعلماء الأمة، هيئة كبار العلماء يا علماء الأمة، علماء السلفية اتباعوا منهج السلف في السعودية وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب في أي مكان من أرض الله. غضبة لله يا علماء السلف، يا من تتفاخرون بأنكم خير خلف لخير سلف، والله إنكم شر خلف لخير سلف، لن تشر الأمة بأسلها. لما رأى قادتهم وزعماؤهم أن الأمر جد هربوا جميعا وتركوا من غرروا بهم هنالك يحملون السلاح ويقاومون القوات. حضرتك هتكون متواجد مثلا في مظاهرات زي كده، او حضرتك بتحس بس الشباب ما هو فين فين يعني انتوا عمالين يعني انت انا ممكن اسالك طب سؤال؟ انت سالتني سؤال، انت سالتني سؤال، سالتني سؤال محترم جدا واشكرك عليه، لكن هي هتفرق معاك انت انا موجود ولا مش موجود؟ تفرق طبعا مع حضرتك. هتفرق معاك في ايه يا أخي الكريم؟ يا أخي الكريم اسمعني اسمعني، اللي بينصر الحق لا ينظر إلى الأشخاص، ما يهموش مين فين، لا يهمه مين فين ولا كذا، لكن لو أنت بتنصر الحق من أجل الحق مش هتفرق معاك الأشخاص. ده أولا. ثانيا اسمعني بس، اسمعني ثانيا، أقسم لك بالله العلي العظيم وأنت وكل ملايين المشاهدين شهود على هذا، لو أني أعلم ولو مجرد علم بسيط جدا إن أنا لما أنزل مصر مش هترمي في السجن، لو أنا أنزل مصر ويسمح لي بهذا الكلام، لو أنزل مصر عشان أتحرك في مسيرات زي ما أنا عايز بحرية زي ما كانوا بيتحركوا أيام الدكتور محمد مرسي، أقسم لك بالله العلي العظيم أنا هنزل من بكرة لو أنت تضمن لي هذا. فأولئك في تركيا وقطر وفي الداخل والخارج من رؤوس الفتنة يحركون الصغار، أولئك الذين لا يفقهون وربوا على السمع والطاعة وهم لا يعلمون في دين الله جل وعلا قليلا ولا كثيرا، وإنما هم كالأحجار على رقعة الشطرنج يحركونهم بالأوامر فيأتمرون، يأمرونهم أن يفعلوا فإذا هم فاعلون. هؤلاء سل الواحد منهم، وينبغي عليهم أن يتوقفوا قليلا ليتذكروا إن الذين يحرضونهم ويؤزونهم على إراقة الدماء يحيون حياة منعمة تغدق عليهم الأموال إغداقا، هؤلاء يحيون حياة ما كانوا يحلمون بها. تنفق عليهم قطر وتنفق عليهم تركيا وتنفق عليهم المؤسسات المالية التي تتبع الإخوان وغيرهم من القطبيين والتكفيريين، تنفق عليهم ببذخ وهم يحيون الحياة المنعمة وأولادهم في أمان وأسرهم في أمان، ويحركون الصغار والأفراد